خلونا دلوقتي نروح ونصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أحوال الطقس في أول أيام العام الجديد 2023. كل سنة وانت طيبة يا لمياء، صباح الخير. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة وكلنا طيبين. صباح الخير عليك يا لمياء، كل سنة وانت طيب. النهارده عيد، انا بعتبره عيد اول يوم في السنه، ده لازم يكون عيد. اكيد اكيد، يعني بما ان النهارده اول يوم في السنه وبيعتبر بالنسبه لك عيد، عاوزين نعرف هل ليكي ذكريات يا لمياء مع يعني راس السنه والاحتفال بيها، وقضيتي اليوم امبارح ازاي؟ قضينا اليوم امبارح ازاي؟ هقول لك، احنا من نص شهر 12 كده ببتدي اطلع الشجره، كل سنه بنطلعها، وكل كام يوم كده نحط زينه جديده، ننزل القديم ونطلع جديد، يعني كل ما نعدي كده على اي محل وتعجبنا زينه جديده للشجره بنجيبها. ليلة راس السنة بقى بعمل أنا وابني كيك مع بعضنا كده، نعملها وبدخل فيها من تحت كده فلوس بلفها في كيس، وكل واحد ياخد القطعة بتاعته ويشوف بقى طالع له كام، ونبتدي نتكلم بقى، يسألني نفس السؤال بتاع كل سنة، يعني إيه بابا نويل؟ يعني ليه الشجرة؟ وطبعا الراعي الرسمي لليلة راس السنة فيلم هوم ألون لازم نتفرج عليه، كأننا بنشوفه لأول مرة متفاجئين بيه الحقيقة، ومستنيين الأحداث اللي فيه. بتبقى ليلة جميلة وسحلب، طبعا مش عارفة بس أنت عرفت منين أنا شربت سحلب، والفشار طبعا لابني، بتبقى ليلة حلوة قوي بنتمنى فيها كل حاجة. عملت حسابنا في الكيكة اللي فيها فلوس دي ولا ايه؟ هعمل لك واحدة النهاردة. كل سنة وانتم طيبين.